جاسوس جديد في عمق النظام الإيراني برتبة وزير. الإحراج يحاصر بايدن بوثائق سرية بعضها من السبعينات. اختفاء غامض لعشرات الأطفال في بريطانيا. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث. احتجاجات إيران بدأت قبل أكثر من 120 يوماً، لكنها لم تكن مجرد تظاهرات، فقد تكشف معها الكثير. اليوم كتب نائب إيراني متشدد أن عميلاً آخر على صلة بعلي رضا أكبري الذي أعدمته طهران قد اعتقل. وفق هذا النائب الذي انفرد بالخبر، فإن هذا الجاسوس كان وزيراً في حكومة حسن روحاني دون أن يسميه أو يعطي مزيداً من التفاصيل عنه. هدد ديمتري ميدفيديف وهو نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي على تيليجرام، هدد الغرب بتحالف عسكري جديد. المسؤول الروسي قال إن الغرب مستعد لمحاولة إضعاف روسيا أو تدميرها إلى أجل غير مسمى. بالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية لليوم الثاني على التوالي أن قواتها تقوم بتعزيز مواقعها والسيطرة على مواقع جديدة في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا. إحراج الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن وراءه الديمقراطيون يشتد يوماً بعد يوم بسبب الوثائق السرية التي تنبع من كل مكان، شغله صاحب أعلى سلطة تنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية. محام للرئيس الأمريكي جو بايدن كشف أن وزارة العدل ضبطت المزيد من الوثائق السرية أثناء تفتيش منزل الرئيس في ويلمنغتون بولاية ديلاور. بعض الوثائق السرية تعود إلى فترة عضوية بايدن في مجلس الشيوخ، حيث مثل ولاية ديلاور من العام 1973 إلى العام 2009، وأخرى تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من عام 2009 حتى العام 2017. في بريطانيا، أرض أحلام كثير من المهاجرين، قصص تشابه ما يحصل في الدول المصدرة لطالبي اللجوء. تحقيق لصحيفة الجارديان كشف أن العشرات من الأطفال طالبي اللجوء في بريطانيا اختفوا بظروف غامضة وسط أنباء عن اختطافهم من قبل عصابات إجرامية. اللافت أن هؤلاء الأطفال اختطفوا من فندق تديره وزارة الداخلية بمدينة برايتون بإقليم ساسكس، وفي نمط يبدو أنه يتكرر عبر الساحل الجنوبي للمملكة. كما كشف التحقيق أن التوجيهات المتوقعة لم تصدر للشرطة بتعقب المخطوفين. كثرت التكهنات وانتشرت الأحاديث بين الأوساط العلمية عن مركبة صينية على سطح المريخ. حالة السبات للمركبة الصينية زورونج على سطح المريخ دفع العلماء للاعتقاد بأنها لم تنجو من شتاء المريخ القاسي والعواصف الترابية. ميزة هذه المركبة أنها أرسلت معلومات عن الصخور والكثبان الرملية، ووجدت أدلة على فيضانات سابقة تحت سطح المريخ، وصورت مساحة شاسعة من الأخاديد على سطح الكوكب الأحمر.